الو فاش تنهضروا على لي ستارت اب هما حاملي يعني الافكار الجديده اللي هي كيتسموا دي زيدي انوفونت. فباش نعطيو واحد المثال بسيط لي ستارت اب، راه فيسبوك اللي معروف وامازون اوسي، راه هذوك بداو كستارت اب. شوف دابا فين وصلوا في العالميه. واش حنا في المغرب ما قادرينش انه لا ما عندناش كفاءات اللي ممكن انهم يبداو بدي ستارت اب ونعاونوهم، ولا يعني الدوله تاخذ بيديهم، ولا والابناك ايضا يديروا لهم المصاحبه يعني التمويل الاستثمارات ديالهم باش يوصلوا للعالميه. فاش تنهضروا على يعني ان حامل واحد المشروع معين عنده واحد الهدف، ما غنقدروش نقولوا غير لي ستارت اب ومن هنا عامين ولا 3 سنين غادي يبقى دائما صغير. خاصو يكون عندي واحد بزنس بلان، ولا عندي واحد رؤيه على المدى يعني القصير والمتوسط والبعيد. يعني الا كنت عم بدا ستارت اب وغادي ننجح المشروع ديالي من 3 سنين ولا 4 سنين، ما يعوض ما نكون خدام غير انا بوحدي، ولا هذا غيخدموا معايا 5 الناس و6 الناس. فكيف ما قلت انا وتنزيد ناكد، راه النجاح ديال المشاريع راه ما يعني ما نقدروش نحصروه غير في لا فولونتي. خاص لا فولونتي، وخصنا نقلبوا على الاسباب. وباش نقلبوا على الاسباب كاين الكابيتال ريسك، والكابيتال ريسك هذا هو في المغرب خصنا نحركوه باش يعني نطلعوا من القيمه ديال الثقه للشباب، انه حنا هنا باش ننجحوكم، نوقفوا من جنبكم باش ننجحوكم وتنجحوا المشاريع ديالكم وتخدموا ناس ونحيدوا المشكل ديال البطاله الى اخره. فاذا لاحظتي باش نربطوا الموضوع بالخطاب ديال صاحب الجلاله، راه شنو جا في الخطاب؟ يعني ان كل يعني المسؤولين ولا الادارات ولا يعني اي واحد عنده واحد المسؤوليه خصو باش يبدا بالتخطيط الجيد وبالتنفيذ وبال يعني المواكبه وبالتنفيذ الجيد. فهنا شنو كيطلب من المؤسسات البنكيه وايضا الحكومه وايضا البرلمان، هو انه نشدوا بيدينا كاملين بمنأى عن الصراعات السياسيه وبان يعني الاختلافات، باش هذا الوطن هذا نبنيوه جميع. وهذا هو اللي خصو تكون كثقافه عندنا كاملين في المغرب، باش على الاقل نحيدوا هذاك الثقافه ديال لا راه ما كاين حتى شي حاجه وما كاين حتى مستقبل وما كاين حتى شي امال وما كاين. هنا فين تبدا يعني المسؤوليه ديال الجميع، انه نحيدوا هذا التفكير السلبي ونمشيو نحو يعني تحقيق هذا يعني المشروع التنموي الجديد عبر خلق فرص للنجاح. انا غنسميها خلق فرص ماشي غير للاستثمار، ولكن خلص يعني خلق فرص للنجاح ديال المقاولين بشكل عام.